أين نجح الشاب الجزائري عمار النومري البالغ من العمر 27 سنة بالفوز برئاسة بلدية كاستيون دو فورفانيا بكتالونيا إسبانيا، أين تفوق على رئيس حزبه اليساري إسكوارا وكذلك على منافسيه من كبار السياسيين بكتالونيا. أنا عمر نمري، زايد في زيراردا ولاية ألجي، في 91، في عمري 27 سنة. قريت تاريخ في الجامعة في برشلونة، وكنت أستاذ في مدرسة. أديت ما كارير بوليتيك افيك الحزب إسكار ريبوبليكانا، سي لا غوش، و بريزونتيت روحي في الانتخابات في مدينة وربحت الحمد لله. هذا واعتبر عمار نومري أنه نجح في إقناع الأسبان رغم اختلاف الديانة والأصول، وذلك بالأخلاق والجدية في العمل، وأصبح بمثابة القدوة لسكان كاتالونيا. لازم تكون قدوة، لازم توري لهم بلي مام راك عربي، مام اسمك عربي، مام عندك دينك الإسلام، ولا عندك يعني دي كيستيو كولتورال ديفيرون. ثاني لازم تقول لهم بلي راك بيرسون نورمال، نوريك لهم بلي سي بوسيبل انتغراسيون، سي بوسيبل انكليزيون تاع لي دو كولتور. وبشويه الناس راح لهم الخوف هذا شويه مع الاسلاموفوبي اللي كاينه هنا في اوروبا، بشويه اقنعتهم باش يفوتيو علينا افيك لا بوبولاسيون. وورا لهم بلي فوالا فوالا سيت بيرسون ايلي اون هيستوريان. Oui, d'origine algérienne, mais aussi d'origine espagnole. Ce n'est pas un problème pour avoir une mère d'origine étrangère.